نرجع من جدد الصبحية لكم من جديد مشاهدينا، ومنقول لكم يسعد صباحكم. نحن هلا وصلنا نحن وانتم لزاويتنا الحوارية الثانية. العيد هو ابتسامتك في وجه أخيك، هو ضحكة ترسمها على وجوه الأطفال، وهو بسمة حبيبتي. هذه كلمات الشاعر والرسام نور الدين صبوح وهو يصف العيد. صبوح الذي اختار لنفسه لقب شاعر المحبة هو ضيفنا اليوم مشاهدينا لحتى نتعرف أكثر على أشعاره. يسعد صباحك وكل صباح عام وانت النور بخير. وانت بخير يا رب، نعاد عليكم بالخير والمحبة يا رب. أطلقت على نفسك اسم شاعر المحبة؟ ما أنا أطلقت، الناس قرائي انه في كثير يعني الحمد لله يعني شباب وصبايا انه يشكروني بعد فتره، انه يكون داخلين على صفحتي اخذين بعض كتاباتي، انه مثلا كان واحد مزعل حبيبته او العكس صحيح وتراضوا، ومن وقتها يعني صار ينادوني بشعر الحب شعر المحبه. الحمد لله يعني ان شاء الله يكون قد هالكلمه ان شاء الله. خلينا لكن نحن ناديك بقى بلقبك ونقول انه شاعر المحبه، كيف بيوصف العيد بهيدي الفتره؟ العيد بنت تفضلت وصفتي لي وصفته انت بكلماتي يعني وحلو، بس يعني العيد هي اهم شيء بالعيد ضحكه الاطفال. مثلا انا يعني تقريبا لي كل اسبوع عندي لقاء مع الأطفال، بعلمهم الرسم، يعني التعامل بيناتنا ما إنه مثلا أنا أستاذهم هني أطفال، التعامل بيناتنا بيكون على أساس محبة إنه أصدقائي الصغار. طبعا مجاني هو، وكل جماعة هي دعوة عبر التلفزيون، كل أي طفل بيحب كل جماعة تمام هذا الشيء. والعيد يعني حب، والايام هاي كثير يعني كثير بنفتقد هذا الشيء، بس لسه مجرد تشوفيها بوجه طفل بوجه من تحبين شوي شوي لازم يعني نسعى كادباء شعراء ممثلين انه نوصل هالشيء، شيء كان قديم نرجع نحييه ليعيشوا فيه اطفالنا، وان شاء الله تكون قد المسؤولية إن شاء الله. هلأ إذا أنا وياك هيك بنرجع شوي بالذاكرة لورا، بتتذكر أول شيء كتبته؟ شيء أكيد ما بنسى، كنت بأي عمر؟ صف سابع. تمام. كنت من أيام بالمدرسة كنت معروف إنه بالرسم، حتى أستاذ الرسم إنه نور طلع اللوح ارسم اللي يرسمه رفاقك بعد. معروف يعني بالمدرسة كلها كنت اني برسم، ما اتمشى كنت بساحة المدرسة انا وصديقي، واذا بصبية تقول لي نور طلع فيها، اصغر مني كانت شوي ما بعرف ما كنت بعرفها، قالت لي ممكن كلمة، قلت لها تفضلي، قال ترسم لي رسمة، قلت لها تكرم عيني، اخذت دفترها رسمت لها اخذته رسمت لها الرسمة ورجعت لها الدفتر، رجعت على البيت ضل صوتها بإذني، صوت كان هيك في نغمة عسلية، مسكت القلم وكتبت، كانت أول كتابة لإلي يعني. تمام. وسمعتكم إياها. إيه. هي أول ما كتبت، كنت صف سابع. هل تذكرين أول مرة كلمتني بها؟ هل تذكرين؟ أنا أذكره دائما، ولن أنساه ما حييت، عندما ناديتني باسمي وقلت نور، عندها أحسست أنني أخلق من جديد. وأحببت اسمي كثيرا لأنه خرج من بين شفتيك وكأنه عسل يساقط من خلية ناعمة. هل تذكرين؟ طلبت أن أرسمك فأخذت دفترك لأرسمك، وأخذت قلبي بدلا منه، رسمتك بعيوني لا بأصابعي، وأرجعت لك الدفتر لكنك لم ترجعي قلبي. أنا لا أريد قلبي بل احتفظي به، لكنني أريد ولو جزءا صغيرا من قلبك، فهو يعيد إلي رونق الحياة ويبعث الأمل من جديد، فهبيني إياه لأهبك ما تبقى لدي روحي عقلي وحياتي. هل تذكرين؟ كانت هاي أول كتابة. شو حلو هيك كتابة بهيك عمر، يعني قديش كنت خلينا نقول عندك شغف بالكلمة لحتى حدا بهيدا العمر يقدر أنه ينمق هيك كلامه ويكتبه. هلا بجوز البيت تربيت فيه، والدي الشاعر محمد صبوح يعني ربينا لما كنا اطفال،
انه اجي وكان يخدم الجيش العربي السوري. تمام. يكون كاتب يكتب بالجرائد يكتب بمجلات الجندي العربي وهي نشوف هيك شوف انه استمتع انه بكتاباته انه اسمه مكتوب وشكله انه اخذناه من والدنا الشيء الحمد لله. وصرت يعني من صف السابع الثامن كنت اقرا اقرا كتب كان والدي عنده كتب كثيره كنت اقراها وتابعت على الشيء وبلشت بعدها طبعا بعد هالتذكرين بلشت بالكتابه يعني ضليت اكتب اكتب ولهلا ولموت. تمام. هلا يلي بيتابعك بيشوف انه اغلب تعاملك مع الاطفال ونحن كلياتنا بنعرف قديش التعامل مع الطفل شيء كثير حساس ودقيق لانه هو كائن بحد ذاته يعني في كثير اختلاطات من المشاعر صحيح. والتراكيب. خلينا نحكي عن علاقتك معهم لهدول الاطفال. مثل ما حكيت من شوي الاطفال عندي شيء اساسي بحياتي يعني قبل ما اتزوج وصير عندي جل نار وشغف كنت يعني اي طفل يعني مثلا تكون مع ميفبي مثلا مع امه لما يشوفني في سر ما بعرف في علاقه بينه وبين الطفل علاقه ربانيه بنسميها او شيء ثاني. والحمد لله هلا الفتره كل صيف بعمل دورات رسم وحتى دورات تعليم خطابي شعر كذا والمحبين كتار الاطفال. يعني الطفل ما بعرف انا ما بعرف في ناس ممكن تستلذ بالخمر تستلذ بانثى تستلذ بشيء انا بضحك الطفل ضحك الطفل عندي شيء مقدس يعني. تمام. طب هلا من هيدا المنطلق خليني احكي انا وياك على انه قديش نحن مهم انه نبني هيدا الطفل بناء صحيح خلينا نقول نثقفه بطريقه حضاريه يعني نحن لما اللي عم نعلمه الرسم ولا الكتابه ولا حتى الخطابه خصوصا بالفتره اللي نحن مرينا فيها فغالبا نحن اطفالنا صار في عندها بذاكرتها مواقع اليمه نوعا ما. قديش بتحس انه هيدي الفنون يلي نحن عم نحكي عنا ممكن أن تخرج فيه لبر الأمان لعقل سليم لذاكرة نظيفة ما فيها أي تشوه من تشوهات الأزمة؟ طبعا شيء أكيد كل طفل طبعا ما كل أطفال ممكن تحب الرسم أو كل أطفال تحب الخطابة كل طفل في شيء بيحبه يعني. تمام. هون ترجع دور الأهل. الأهل لازم مثلا كل طفلون يشوفوا شو الشيء اللي بيحبه ينموا له إياه كان كموهبة كذا يعني لما يعني الطفل لما تجمعه مثلا ممكن حتى اني في عن طريق رسمته الرسم اللي بيرسمه الطفل لانه ممكن تعرفي مثلا لما يعاني من مشكله كعلاج نفسي يعني او اي شيء ثاني يعني ولما بتجمع الطفل يعني احب شيء بحب التواصل الاجتماعي لما بيكون اطفال حوله كثير وعم يعني جو ما بس انه بيكون جو اكاديمي رسم وما بعرف يلا رسم كذا لا ارسم على كيفك لون مثل ما بدك يعني ما مثلا لون خشبي لون مائي زيتي كذا لا اللي بدك اياه تصرف مساحه حريه اللي بدك اياه تصرف انت شو انت بتشوف ما شرط الشمس تعملها صفراء تعملها خضراء اللي بدك اياه اللون اللي بدك اياه اعمله كذا وهذا الشيء انه بتحسي الطفل انه حتى يعني الحمد لله الاهالي يعني يتشكروا لي انه انا كنت على اساس عامل الدوره لبعد 15 شهر لكن الاهالي حكوا الله يخليك الصغار بدهم انه بدهم اياك وكذا تكرم عينكم انا احب على قلبي يعني اني اسعد الاطفال يعني. تمام. هلا صار وقت بقى نسمع شيء من كتاباتك شو بتختار لنا؟ بختار لكم كمان هاي قصيده انتشرت فترة كتير على الموبايلات بال 2002 يمكن وصار انه بعد 7 سنين رجعت صار العشاق يتبادلوها يعني وبرجع وين اي منطقة بقرأها يعني قصيدة بعنوان ظلي بقربي. ظلي بقربي كي يناجيك القمر كي ترقص الكواكب كي يصبح الليل كصبحٍ رائع. ظلي بقربي نبع ماء كالعسل كي تنقذيني من تصحري كي يرتوي الشجر. ظلي بقربي نسمة الحب لكي لا أختنق وريح عطر تقهر النرجس والقرنفلة. ظلي بقربي ضمن أفكاري وفي قلبي رياحينا زكية. ظلي بقربي كي يطول العمر كي يركض الزهر إلينا عاشقا وكي يضوع العطر في كل الدنا. ظلي بقربي في دفاتري وبين الأسطر في بحر محبرة في لوحة الألوان لونا نادرا. ظلي بقربي مثل ثوب الصوف في فصل الشتاء كي تبعدي عني أعاصيرا فجائية كي تبعدي عني رياحا باردة كي تنقذيني من جمودي لهيب الشمس.
ظلي بقربي وبحلمي كشراع للهوى، ظلي بقربي مثل كل الأمنيات الرائعة على بساط الريح كي نجوب أرجاء الفضاء من أجل أن نبني قصورا فوق غيمات القدر، كي نزرع الحب كنجم في بساتين السماء، كي ننثر الزهرة على أرض القمر. ظلي بقربي وانفخي في داخلي روح الغرام، ظلي بقربي بين أشجار الربا لترتدي الأغصان ثوبا أخضرا وتثمر الأشواك توتا أحمرا، ظلي بقربي حلوتي مغفرة كي تنقذيني من خطايا وحدتي، ظلي بقربي شغفا وجل نارا يعبقان منك نسريني، ظلي بقربي أنت روحي أنت قلبي والهوى، ظلي بقربي أنت حبي أنت لحني والوتر. حلو كتير. يعني قديش نحن اليوم هلا عم تقلي انه هي انتشرت هيدي القصيدة من 2002، يعني خلينا نقول يمكن ما كان فيه هالشي الكتير واضح من التكنولوجيا. اليوم قديش عالم الفيسبوك اسهم خلينا نقول بانتشار قصائدك والناس لحتى تتعرف على نور اكتر؟ عالم الفيسبوك كان له دور كبير، التواصل مع أشخاص وقراء وشعراء من خارج الوطن من خارج البلد، والحمد لله يعني كنت فترات غيب مثلا عن نت تجيني اتصالات انه ينطروني ناس تنتظر انه شو اكتب، يعني مثل حكيت من سابق يعني في ناس تنتظر انه حاليا على الفيس يعني ما ممكن تكتب قصيدة طويلة او قصيدة عمودية او اي شيء، بدك تكتب عبارة عن ممضات صغيرة تصير عبارة عن رسائل بين على الموبايلات بين العشاق يعني. تمام، بس كمان بالمقلب الآخر يعني نحن عم نشوف إنه الفيسبوك سهل كتير إنه مين ما كان يكون شاعر. هاي للأسف هاي بدي أتطرق فيها بعدين، إنه صار إنه هو سلاحين يعني يعني حتى إنه كشاعر أو شيء تاني، اللي بس الناس اللي بتدخل لتقرأ طبعا ما نكتب نحن لحي الناس، يعني في ناس تذوق الشيء الحلو، ناس مثل هلا عم أبدأ الأغاني مثلا أو الأغاني في ناس بتسمع نفس الشيء نفس المبدا، ناس بتتذوق الفن، في ناس مثلا عندها ثقافه معينه، طبعا نحن متوجه لنكتب لهالشيء الشخص هاي. طبعا الطريقه اللي بكتبها ممكن الناس حتى اللي بتقرا لي ما يكون مثلا عندهم خبره كلغه عربيه او كبحور الشعر، لكن في مثلا كلمات انا بكتب بمبدا سهل الممتنع، يعني شيء انه بسيط لكن بنفس الوقت في معنى عميق لهالشيء، اللي بده يفهمه بشكل ظاهري وله شكل باطني بنفس الوقت. استعارات مكنيه وقصص وغير. طيب نور، يعني خلينا نحكي شوي عن الحالات الوجدانيه. انا وانت بنعرف انه مو كل الحالات الوجدانيه نحن بنقدر نكتب عنها. في حالات إلى خصوصيتها، في حالات يمكن على قد ما بتلامس شعورنا نحن ما بنقدر نكتب عنها لأنه بتلمس شيء خاص فينا، أوقات بيكون خلينا نقول الصمت بيعبر عن كتير كلام. فبالشعر هون يعني نحن بنعرف أنه الشعر هو اللي بيفضح هيدي المشاعر كلياتها، في خصوصية للشعر بين حالات وحالات ولا لا بتحسه ممكن ينكتب عن أي شيء؟ هلا بالنسبة هلا في كثير يعني ناس بتعتقد الشاعر ولا الممثل ولا الفنان بيصير انه هو ما بمعنى ملك، يعني بيصير انه هو لكل الناس ككتابة وكذا. هلا مثلا لما بدي اكتب شيء مثلا بخص زوجتي بوجه لها تحية نسريني، هلا ذكرتها من شوي، بكتب عنوان القصيدة مثلا نسريني، طب حتى مشاعري انا ان الناس انه ممكن مثلا تستخدمه بتغير الاسم كذا، انه صار هلا هي التواصل انه بشكل عام يعني. بحب الناس انه تفرجيهم مثلا انا انه علاقه الحب بينه وبين زوجتي مثلا. تمام. ما انه مثلا انه تزوج واحد صار انه كذا، لا انه في علاقه حب مبنيه على هالشيء. يعني الشعر لازم يعني احيانا كثير مثلا بكون كاتب شيء له علاقه بالبعد او كذا، بيجيني تعليقات الله يرجعكم لبعض. انا ما كاتبه عني. المذاكر وكذا مرة كتبت لهم انه هذا الشيء انه مثلا انا كشاعر بكتب مثلا شفت حالي قدامي حالات او حالات استيراديه بصيغه طريقه شعريه جديده، او بدي اكتب عن ما انه اكتب كله حب لا، في حالات هذين في اكتب عن الفقر، بكتب عن الوطن، بكتب عن الجيش العربي السوري بوجه له تحيه الله يحميه يا رب، وبكتب واحد عن كل شيء يعني اسمه شاعر، يعني مثل الشجره الجزر والجذور عبارة عن حب بغروسي بها الوطن، والفروع كلها بقى شيء عاطفي شيء وطني شيء نقدي شيء. تمام. بتعتمد أسلوب التوثيق، يعني خلينا نقول توثيق الحالات الشعرية أو حتى الرسم كمان، بتعتمد هيدا الأسلوب؟
توثيق من اي نواحي؟ حالاتك مثلا الشعريه كيف بتوثقها؟ رسوماتك اللي انت بترسمها؟ هلا انا رسامي، عامل بعمل معارض، عامل 6 معارض. طبعا بعد ما بلشت الازمه ببلدنا الحبيب ما عملت ولا معرض، بعد كان في مشاركات بشغل بسيطه. كتوثيق في هلا شيء مثلا صار لي في سقولي نمط معين كرسم، يعني عامل شيء جديد بالرسم باقلام الحبر، معتاد الناس الفنانين يستخدموا الحبر الاسود، دخلت انا الحبر الاخضر والاحمر والاكثر شيء الاخضر، يعني اعتماد في كثيرين نقاد شافوا هالشيء وعجبهم. يعني توثيق حاليا انه كنت كمان اكتب من ايام الجامعه، كنت اكتب جريده الوحده بس انا خلص نزلت باسم جريده الوحده، ولما خدمت جيش بالشام كمان كنت اكتب بتشرين، جريده تشرين. تمام، هاي شغلات تعتبر موثقه. طيب خلينا نختم معك بشيء من كتاباتك. طبعا هاي قصيدة وجهها تحية لوالدتي أم نور بعنوان قديستي. تيمم وجهي وروحي من طحين عالق بثوبك وأنت تخبزين عطر الياسمين، فأنت عمدت الندى عمدتني فامتشق الزهر ورتل الشذر وغرد البلبل آمين، لأنك من ألق ومن هدى وصوتك يرسمني زقزقة تسكن عصفورا يصلي في يقين، وحين تلمسينني أشع أسرارا وسحرا وبراءة ونورا يمسح غبرة الحياة والغوى وبرد البائسين. أمي أمي تسيرين بأقدام الربيع باخضرار أبدي عابق باللحن والضياء والعطر السمين، فأرتدي استبرقا وسندسا وأشرب خمرا مع الحور وأشد شاكرا تحت قدميك لجنة الحنين. يعطيك العافية، وأكيد نحن بنتمنى لك التوفيق بكل شيء عم تعمله، وإن شاء الله يا رب منلاقي هذا المشروع الفني المتكامل أكبر وأكبر ونشوفك بأنجح حالاتك. شكرا لك، وبدي عيد وطننا الحبيب وقائد الوطن وتحية للجيش العربي السوري، وكل عام انتم بخير نسريني وجلناري وشغفي وامي ووالدي واحبائي، وكل عام انتم بخير وشكرا على وانت بالف خير. اهلا وسهلا فيك. هلا مشاهدينا نحن وانتم لفقره العيد حول العالم لحتى نشوف الناس كيف بتحتفل بهيدا العيد، ومنرجع اكيد.